معي شغلات مثلا واحد باش يشري دابوز زيت يدور عليها تونس كامله باش يلقى دابوز زيت يدور تونس كامله باش يلقى دابوز زيت. والله ما عملت حتى شيء توا الحكومه مع قاعده والدنيا واكله بعضها وماناش فاهمين احنا الشعب التونسي شنو باش نعمل الغلاء والكوا والله غالب الدنيا كلها واكله بعضها واكله. والله يا برا ما حكومه فيش لا هي و الله على ليسونسيال يقضيو على الرهيب وكا هاو هذاك الميساج نحبوا نوصلوا. وعلاش انت مثلا قلت حكومه فيش شنو خاطر فريمون ما شفنا حتى شيء يعني من بعد الثوره ما شفنا ما تبدل حتى شيء كيف الحكومه اللي فاتت كيف هذه بريس كلهم كيف كيف اللي يشد الكرسي يعني ينسى زويري ينسى مصلحه البلاد كا ان شاء الله تصلح وكا اداء الحكومه اللي يعد به السبسي ما ثم منه حتى شيء ونحب انا وحنا نحب نفهم جايبين القدم القدم راهو مشاو مع القديم كل دوله تخدمها رجالها الشباب هو اللي يفهم يعرف شنو حاجياته وشنو هو طلباته شنو هي طلبات البلاد هذوما قاعدين كالعاده برا كره تعاود كره نتاع 50 سنه ما خرجناش منه هذيك هي السياسه القديمه نتاع البيات ونتاع بورقيبه ونتاع بن علي ونتاع السبسي القديمه قديم حسي البلاد ماشيه ما نجمش نقول لك فيها هاويه والدنيا غاليه والقليل ما عادش ياكل. بالنسبه للحكومه ما ريت منها حتى شيء جديد كل شيء بارد كل شيء في الاضرابات كل شيء معناتها البلاد ماشيه وتوخر تالي مش ماشي في معناتها في الجديد هذاك نصور بالنسبه للحكومه ما لينا حتى شيء جديد معيشه هي بيضه غاليه ما ثم شيء تو عندهم قداش ما لينا حتى شيء جديد زيارات والقروض موجوده وما ثم شيء فما تقدم في قاعدين يخدموا فما تحسن فما الاشغال موجوده فما الاخبار نتبعوا في الاخبار ونواكبوا نشوفوا فما الناس قاعده تخدم ما نقولوش لا ما البلاد ماشي معناها كما نقولوا كل شيء تو ما يجيش فهمت كن فيكون ما فماش كن فيكون لازم تخدم باش تلقى لازم معناها البلاد لازم الناس تخدم ولا ماشي هي تعطيني وكا ما فماش هي تعطيني احنا لا الناس لازمنا نخدموا باش نلقاو باش معناها نطالبوا باش نحالي كان ما نخدمش كيفاش باش نطالب وما نشوفوا في شيء يتغير الحق مدام الامور في اللوطه نحن كمواطنين عاديين ما راوش في حاجه راو في صعوبات ما زالت بالنسبه للمعيشه وكل شيء نشوفوا فيها ان الدنيا ما زالت ما تحركتش ما نعرفش شنو هي اللي ثم قاعدين يخدموا ليه ان شاء الله تتحرك الامور خير من يقبلهم اما شيء ما تبدل البلاد عمل تالي كيفاش هكا ما ثم حتى بوادر خير راهو فيها قدام معناتها اعمال البلاد وخر 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 ما نعرفوش عليها وين ماشي بالحكومه هذه جديده ما رينا منها حتى شيء فهمتني كالعاده بالنسبه ما تبدل شيء 100 يوم ما تبدل منها شيء هي هي زاد بالعكس زاد الحاكم كبس على العباد وما معناتها لا بطاله لا ناخذ ولا حد شيء هاي جات البلديه وهزيناها وجا الحاكم وهزيناها ورجعنا انا شباب ما لقينا حتى حل بون مش نقول اللي الحكومه هذه ما كانش في مستوى الانتظارات نتاعنا الحقيقه معناها ما شفناش تغير كبير بينما شفنا اللي الامور ماشيه في اتجاه اكثر كيفاش باش نقول لك معناها الاعتصامات هي ممكن زادت اكثر المستوى الامني اللي كانوا العباد يستناو فيه باش يتحسن ما تحسنش زاد صارت عمليات ارهابيه معناها ما اكثر معناها عمليات ارهابيه موجعه تنجم تقول اضرابات هيك تشوف كيفاش الجنوب شاعل الحقيقه معناها ما كانش في مستوى الانتظارات نتاعنا رايي الشخصي فهم برشا حاجات مازالوا توا معناتها ما تحلوش معناتها تشوفوا احنا الاضرابات اللي كل يوم قاعده تصير ونشوفوا هالمشاكل سيرتو نتاع فوسفات قفصه معناتها هؤلاء هذوما كل مشاكل مازال تحلوش دوك شنو هو راي معناتها لازمنا نشوفوا حاجات باش نجموا نعطيو فيهم راينا اسكو دي زين جازات باهين ولا حاجات معناتها ولا طونك وما يعطيونا بلون واضح معناتها بلون شنو باش يعملوا معناتها احنا هذا كل ما نعرفوش هذا الحكومه احنا كنا مترقبين الشيء هذا معناها اللي ما هو باش يصير حتى شيء من قبل ما تتولد الحكومه هي حكومه ميته مترقبين كل شيء هذا والوعود اللي قالوا عليهم حتى وعد ما تنفذ منهم ولذا ما ناش مستغربين احنا من الحكايه معناها
بعد 100 نهار احنا متوقعينها اللي ديجا متوقعينه الشيء هذايا اللي ما فهم حتى شيء. لما قولوا احنا وذاك هو هك تشوف حتى في المعيشة بتاع الزوالي المعيشة ما تبدل شيء، شيء ماشي ويغلى. مبدئيا انا الحق ما شفت شيء، انا نطلب منهم انهم يخزوا تونس وتكون تونس امانة في يديها، وان شاء الله ما عملوش قبلهم يعملوهم.